دائماً آبداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق معلماً ألوذ به سيماك عند حلول الحديث العميد ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها تتنفي من زلة عظمى إليك فاطر في غفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم العصيان في القسم